ما كتبت عنه قصيده بالوفاه مالته، لان شفته اكبر من القصيده، وحقيقه مشاعري كانت اكبر من القصيده. ترجمتها بواجي يعني، انا عندي علاقه وياها حتى عائليه، وكانت اخر مرات اجبره انه بعد الامسيه يمر علينا للبيت. يعني قلت له انت الى متى يوميه تسوف علي ان اجي وتعليماتي، وراح نموت يعني اذا كان المساله تجيني مخاف نموت، وكانما يعني سبحان الله. استاذ سعد ربى جيل نازال على ما حدث من خلافات كثيره، لكنه من وفاته بيوم وفاته التمت الناس اللي كان له علاقه، سواء يوم من الايام صارت عنده سلبيات، وشعر كثير به سلبيات، وكانوا حاضرين، وكانت يعني المحافظات يعني مشكورين كيف. كلهم اجوا. استاذ سعد اضفى على القصيده العراقيه طابع المشيخه والطبيعه، تلقى ملامح المضيف والدله في قصائد استاذ سعد، وانا تعلمت منه الكثير، وكان دائما يستشهد بي من باب الوفاء. قد اختلف معه في سنه من السنين، ولكن العشره تلمني عليه. 25 سنة أستاذ أحمد، لا يمكن أنه أن الآن يمكن أنه الاتحاد يعوضون عن غياب أستاذ سعد، وهو ليس غاب. الآن صورته موجودة في اليافطة اللي موجودة في باب الاتحاد، هو يعني أستاذ سعد محمد حسن، الله يرحمه إن شاء الله، والله يخلف علينا بأمثال. وعلى العراق حقيقة هو يعني خرج عن طور القطرية حتى قام يعني يكون شاعر عربي يعني. يعني الآن يعني هو صوته وصوته وأسماء يعني كثيرة يعني يعتبر هو في مقدمته. سعد محمد حسن خسارة الشعر الشعبي طبعاً، خسارة نعم. لكل يعني هناك يعني قصائد يعني تنطبق على ما يقوله الكثير، يعني كل شيء اللي تقول عنه، لكن أنا مرات أستشهد في ما يقوله ويقول غامها دنيا اللي تحط للعين ديرم، لأنها جابت للشفايف مكحلة. الله. لطة الخيال وحدة من الكدايش، وطة الغمان صلحة معدلة. موش كل من صرفن الذرعان هوس، البيارغ قوة بالذلة تشتف لون ما يلزمها شف معدلة. وموش كل من صرفن الذرعان خوف، بلازن ودرعم العباس رجف كربلة. الله أحمد. كلمة للشاعر الراحل سعد محمد الحسن وهو يرقد في قبره تحت التراب. والله إن شاء الله هو راضى عني ورحمة الله على روحه، وأتمنى من ابن الشيخ محمد أن يجمع سفر شعره وكتاباته اللي تركها ويدونها في مجاميع شعرية ضخمة جدا. كنت ألح عليه رحمة الله عليه أنه يطبع، قال لي لا، أنا عندي ثلاث دواوين راح أصنفها تصنيف وأنا أنزلها. وأتمنى الرحمة إليه، ودائما إحنا الذكرى أتمنى يعني في كل أمسية لاتحاد العمارة أن نفتتح في الدعاء إليه وقراءة الفاتحة. الرحمة والخلود الشاعر سعد محمد الحسن، والتحية لعائلة الشاعر سعد محمد الحسن. خلينا الآن ننتقل بعد ما انتهينا من موضوع الصور.